النجم الشامل سعد حمدان، بدي لك اهلا وسهلا فيك، نورت اليوم بالفانوس حفل اطلاق موقع الكتروني فتنس كوين للنجمه. انت الملك الجمال، هي النجمه ساري سعيدون، شو بتحب تلعب بهالمناسبه؟ بالنسبه للمناسبه هيدي شكرا كثير لك. بالنسبه للسؤال الثاني كمان حابب اقول لك انه قديش بتكون مبسوط لما صبيه يكون عندها اصرار وهدف معين وتنطلق من اساسه لافتتاح مثل هيدا الموقع اللي هو هادف؟ ليك هذا الموقع عادة بالضبط مثل ما قلت، هذا الموقع عادة يعطي فايدة لكل صبية إن كانت حلوة ومش حلوة يعني. بالنسبة لموضوع الحفل اليوم اطلاق بحضور معالي وزير السياحة السابق السيد إيلي ماروني، قديه مهم اليوم يكون في وزير معنا راعي لهذا الحدث، وخاصة أنه كمان في عدد كبير من الإعلاميين الموجودين معنا، وأيضا كمان في عنا كمان وزير سليم الصايغ، او اكيد كمان في عنا نجوم، يعني عنا فنانين حيكونوا موجودين، طبعا النجم نقول القصه النجم احمد عبد الحميد والنجم سعد حمدان هلا بيوصل بعد شوي، وعدد كتير كبير من النجوم. قد ايه كثير مهم انه الواحد يكون عنده موقع الكتروني مثل موقع فيتنس كوين لملكة جمال الرشيقه ساري سعيدون عام 2015، وخاصه انه ساري سعيدون توجت وحتبقى حامل التاج طول ال يا خي بدي احكي ولا لسه عم وارس عم تريد هلا بلا الموال جوا. انا كل اللي بتمناه انه هذا الموقع يكون فتحة خير عليها، والف مبروك. ايش خليتني؟ لا تربح الساعه